الأقسام، فكرة عن الاتزان. أخذ النهاردة فكرة الأجسام المعلقة في السقف والحوض. اتفقت معاك من الأول إن أنا بشرح درس الاتزان ده هشرحه في أفكار. اتكلمت في فكرة الكورة، واتكلمت في فكرة الأجسام الموضوعة على مستوى مائل، وبتكلم النهاردة إن شاء الله معاك في الأجسام المعلقة في سقف والحوائط. وإن شاء الله الدرس الجاي هيكون القضية بأنواعه وأشكاله. لو ده حائط مثلا يا شباب، حائط رأس، قمت جايب خيط ورابط فيه جسم ومعلقه، بيبقى الشكل كده، بيجي يسند على الحيطة الجسم ده. جيت قمت ساحبه بقوة أفقية مثلا، هو بيوصف لك القوة دي ايه، لحد ما صنع زاوية مع الرأس قياسها ايه مثلا. تاني يا شباب عشان الناس اللي تعرف، كان معايا جسم قمت معلقه جيت كده، يعني لو دي الحيطة اتزن كده، قمت جاي بقوة أفقية وسحب عمل كده بالظبط، زي مسك الخيط ده من هنا سحبته كده اداني نفس الشكل ده. هنا كده طبعا يا شباب ايه الوزن، هنا ايه الشد في الخيط. هو ليه الشد في الخيط لفوق كده؟ عشان هو دي نقطة التأثير، ده مثلا المسمار اللي بنشد فيه. الزوايا بتاعتي الوزن رأسي، القوة أفقية زي ما انت شايف، ده حرف اليو تداخل، يبقى دي 180 ناقص ه، عشان ده حرف اليو الوزن بيوزن حيطة، يبقى دي هتطلع كام؟ دي هتطلع 90 زائد ه، زاوية 90، وهنزود عليها الزاوية ه باعتبار ان احنا خدنا خط وهم كده، دي ت ه دي ه بالتبادل، وكان في 90 اللي هي هنا، بقت الزاوية كلها 90 زائد ه. ده لو كان معلق على حيطة. طيب لو كان معلق في سقف، يعني لو كان في سقف وعلقت جسم كده زي اللمبة مثلا، بتتدلى كده من السقف، جاي زيها كده، نعمل ايه برضو؟ ايه اللي اثر عليه؟ انا اللي قمت جاي رابط بخيط من هنا، قمت شادد، لما هتشد من هنا اكيد هيميل لان ده مربوط مال، ده الخيط اللي احنا كنا رابطين فيه وشدينا، شديت افقي ولا شديت عمودي على الخيط؟ هو بيوصف لك ده بقى الشكل. هنا كده طبعا الوزن، هنا كده الشد، هنا كده الشد. مش فاهم؟ قول لي بقى بتاع الخيط العمودي ده، يعني مثلا ام جاي رابط الجسم في خيط وام شده بقوه عمودية على الخيط، هنا كده القوة، ده كده الشد، ده كده الوزن، بيديك الشكل ده كده. طبعا ده بتقطعها في سقف وبتحسب، بحسب ازاي؟ بتسند دي هي وتقوم جايب هي دي زيادة بالتبادل كده، خط وهمي وتسعين، بقت الزاوية دي كلها 90 زائد هي. لما تيجي تقول القوة على جا 90 زائد هي، اللي هي بقت جتا هي، وتقوم جاي بقى جتا هي من المثلث ده كده، زي ما هنشوف في كل مثال دلوقتي ان شاء الله. كان في بقرتين، البقرتين دول اما عدي عليهم خيط البقرتين دول يا شباب أم جاي معدي على البقر ده خيط، وأم رابط من هنا تقل،
عرض كتلة كيلو اتنين زي ما يقول، وهنا نفس الكلام ربط كتلة وقام عد الخيط على بقرة ورابط فيها الجسم اللي هو وزنه واحد، يبقى في هنا كتلة واحد في هنا كتلة اتنين، وده الجسم اللي هو وزن. أم قال لي ملحوظ ألاحظ، إذا مر خيط على بقرة ملساء فإن الشد في طرفي الخيط متساوي، لو في يا شباب خيط عدى على بقرة الشد في طرفي الخيط هيكون متساوي، بس بشرط ان البقرة تكون ملساء. طب افرض ان البقرة دي خشنة، ده موضوع تالتة سنة وان شاء الله اللي هيخش علم الرياضة، انما انت كل اللي عندك بقرة ملساء، بقرة ملساء قمت معدي عليها خيط ورابط من هنا تقل ورابط من هنا، الشد في طرفي الخيط متساوي، يعني ايه؟ يعني الشد ده قد الشد ده، دي كاف، يبقى دي كاف واحد، اللي هي دي كاف واحد، اصل انت ما عادش محتاج مني حاجه، يبقى كان فايدتها كلها ما تبصش للشكل ان هو معاك، فايدتها كلها ان الكتله دي استفاد منها ان وزنها هو الوزن اللي هي. طب هنا نفس الكلام، هنا كاف اتنين يبقى في هنا كاف اتنين، ده برضو كل الشغل ده ما عادش ليه لازم. بالنسبه للزوايا يا استاذ يديك زاوية محور البقرة مع الخيط بالتداخل تقوم جايب دي، يديك نفس الكلام برضو محور البقرة مع الخيط تقوم جايب دي. طب دي ايه؟ اعمل خط وهمي كده، لو عملت تبادل ده هتيجي بيتا، لو عملت تبادل ده هتيجي هي، يبقى الزاوية دي بيتا زائد هي. نشوف بقى المسائل سؤال سؤال عشان اللي عايز يفهم حاجة. عايزين نحل السؤال ده يا شباب. علق جسم وزنه 40 نيوتن بواسطة خيطين، إحداهما مر على بقرة ملساء وعلق من الطرف الآخر جسم وزنه 1 نيوتن، والخيط الثاني مر على بقرة ملساء وعلق من نهايته جسم وزنه 2، وكان الخيط الأول يميل على الرأس بزاوية 60 والخيط الثاني يميل بزاوية 30، أوجد وزن واحد ووزن اثنين. نروح نرسم بشكل عام يا شباب كده، دي بقرة دي بقرة، مر على ده خيط وعلق من هنا وزن واو 1، ودي مر عليها خيط وعلق من هنا وزن واو 2، ده الجسم اهو الكتلة اتربطت بالخيط من هنا واتربطت بالخيط من هنا، ودي وزنها كام؟ وزنها 40 نيوتن. طبعا هنا حصل شد هنا قده لان دي بقرة ملساء، اتفقت معاك؟ اما تكون بقرة ملساء يبقى الخيط او الشد في طرفي الخيط متساوي، يبقى هنا وزن واحد، هنا كان وزن اتنين في شد في شد اهو، يبقى هنا وزن اتنين. نيجي على محور البقرة اللي هو الرأس، هنا قال لي ان صنع زاوية 60، هنا قال لي صنع زاوية 30، بالتداخل 160 يبقى دي 60 يبقى دي 120، 30 يبقى دي 150، الزاوية دي كده يا شباب والزاوية دي كده 150، لو مدينا دي كده تبادل 60 بالتبادل 30 او واحد تاني قال من مجموع الزوايا حول، بقى معايا القوة اهي. نطبق قاعدة لامي، 40 على جا 90 بتساوي وزن واحد على جا 150 بتساوي وزن اتنين على جا 120، هعمل وسطين في طرفين، 40 في نص ب20، يبقى الوزن الاول بيساوي 20. نعمل الفكرة التانية، 40 في جذر 3 على 2 بتساوي وزن 2، طلعت 20 جذر 3
ده وزن اتنين، ونشوف التمييز لو نيوتن نيوتن، لو ثقل جرام ثقل جرام، زي ما هو عايز. نشوف فكرة كمان. مرت حلقة داخل خيط طوله 20 سنتي، وربط طرفيه في نقطتين على مستوى أفقي، ووزنها 40 سكر جرام. احسب في وضع الاتزان الشد في طرفي الخيط. ملحوظة مهمة أوي يا رجالة، إذا مر خيط داخل حلقة فإن الشد متساوي. كان معايا خيط خدام مثلا، كنت حاطط في حلقة، بقى عامل كده، دي الحلقة اتشد كده بسبب التقل. التقل ده كان كام؟ ثقلها كان 40 سكر جرام. الشد قل في طرفي الخيط هتبقى متساوي، عشان هتتزن في نص الخيط، هي هتقوم موزونة في نص الخيط. اتربط في خط أفقي، البعد بين النقطتين دول 12، البعد بين نقطتين 12، يبقى داعي 40. هنمد الوزن، أصبحت 40 دي هنا. طول المثلث المتساوي الساقين عايزين نجيب الارتفاع ده، طبعا ده جاي مثلث متساوي الساقين عمودي على القاعدة، يبقى قسم القاعدة. مين اللي قال ان عمودي؟ ما الوزن عمودي على الارض، وده خط بيوازي القاعدة. دي بستة، شد في طرفي الخيط متساوي على مثلث متساوي الساقين، كان طول الخيط 40 بقت 20، قسمنا ال 12 6 و6، ده طلع في صورسي كام؟ 8. ناخد توازي للشد ده، الشد ده خد كله توازي، بينصف بيوازي اهو، هنا في الشد التاني، بقى طوله كام؟ ده طوله 10، ده طوله 10. عايزين نجيب الارتفاع ده من الفسورس، ده طلع ب8، من المثلث القايم ده، ده 6، ديت 10، اهي يا شباب، خد كان طوله 20، بقت 10 ب10. 10 سنتي و10 سنتي، قلت له بما ان الشد في طرفي الخيط متساوي نحسب من مثلث القوة ده، يبقى هنا شد على 5 بتساوي 40 مع 8، وسطين في طرفين، يبقى الشد 25 سكر. وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.